فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أهلا ومرحبا بالسادة المشاهدين الكرام في حلقة الرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم. إحنا بنلتقي وحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت للثلاث بنكون مع حضراتكم في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم، وبناخد كمان أسئلة حضراتكم على الهواء. ويوم الأربع بيبقى يعني ده خاص بالرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بتفد على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة، ده اسم صفحتنا اللي بنستقبل عليها الأسئلة الخاصة بحضراتكم. وبنكرر التنبيه بإني أنا ما عنديش أي نوع من التواصل مع حضراتكم من خلال أي صفحات، الأسئلة بناخدها على الصفحة وبنرد على من خلال الشاشة، فأرجو الحذر من سائر الصفحات المزيفة اللي للأسف بتتواصل مع كثيرين على اعتبار أنه أنا وأنه بيتم الرد كمان على الناس، وأنا لا أرد على صفحات، أنا أرد من خلال فقط الشاشة في الحلقة اللي احنا مخصصينها للرد على أسئلة حضراتكم. معانا سؤال، الحقيقة السؤال ده هو ما جلناش على الصفحة، السؤال ده جلنا على الهوى وإحنا أرجأنا لحلقة الرد على الأسئلة عشان الوقت، وكان من سائلة كريمة كانت عايزة تفسير قول الله تعالى في سورة هود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. الحقيقة بالاختصار معنى هذه الآية الكريمة أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام، وكان عرشه على الماء قبل ذلك ليختبرنا، يعني والخطاب ليختبركم، ليه؟ عشان يبقى فيه اختبار للجميع، أيكم أحسن له طاعة وعملا. وأحسن له طاعة وعملا هو العمل الذي كان خالصا لله سبحانه وتعالى، وهو العمل السليم اللي هو موافق لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا إن قلت أيها الرسول الكريم لهؤلاء المشركين من قومك إنكم مبعوثون، يعني لو أنت أيها الرسول الكريم خاطبتهم عن قضية البعث والإحياء بعد الموت فقلت لهم إنكم مبعوثون أحياء بعد موتكم، لسارعوا إلى تكذيبك وإلى التكذيب بما جئت به، وقالوا ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا إلا سحر بين واضح. وأما بالنسبة لقوله تعالى وكان عرشه على الماء، يعني هنقول في فهم معناه
إن هذه أو هذه المسألة كان عرشه على الماء، هذه من المسائل الغيبية. في الحالات دي إحنا بنؤمن ونسلم ونفوض، يعني بنؤمن بما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى ونفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، إنه مهما كان عقلنا يحاول يستوعب كان عرشه على الماء هتبقى صعبة. ولكن سبحان الله، يعني الإنسان في هذا، الإنسان المؤمن بيفوض في مثل هذه الأمور لقصور العقل عن استيعابها على الحقيقة، لكن قد ربنا يفتح لبعض العباد ببعض الأسرار، لكن مهما كان العقل لن يستطيع أن يستوعب هذا الأمر. وبالتالي إحنا نؤمن ونسلم ونفوض في مثل هذه الأمور الغيبية. وذكر أهل التفسير إنه قد جاء ذكر بالنسبة لذكر في الآية العرش، إنه جاء ذكر العرش في القرآن الكريم 21 مرة، 21 مرة جاء ذكر العرش في القرآن. ونحن مكلفون بأن نؤمن بأن له سبحانه عرشا، لكن بقى كيفية العرش وشكله إزاي وعمل إزاي كل ده احنا هنفوض، نفوض علمها إليه سبحانه وتعالى. والمعنى في سياق هذه الآية الكريمة إن رب العالمين سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه قبل خلقهما ليس تحته شيء سوى الماء. وقالوا وفي ذلك دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل وجود السماوات والأرض. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عمران ابن حصين أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ناس من أهل اليمن وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن هذا الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. قال شراح، وذكر شراح الحديث وعرشه، عرش المولى سبحانه وتعالى مخلوق وهو أعلم به سبحانه وتعالى. يعني حاولت أن أختصر في هذا الأمر قدر الطاقة بحيث حضرتك تفهمي المعاني العامة في الآية الكريمة. بالنسبة للسؤال الثاني اللي معانا النهاردة، أخ فاضل بيقول هل الزواج قضاء مبرم أم قضاء معلق؟ ورد في السنن إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فكل ما يحصل للإنسان ويدور في حياته من أحداث ومواقف، كل شيء هو مقدر عليه قبل ميلاده، والحديث بيقول كده. سواء كان بقى ده زواج أو غير زواج، كل الأحداث اللي الإنسان بيمر بيها لها مكتوبة ومقدرة. ومن المعلوم شرعا إن القضاء نوعان، قضاء مبرم وهو ما قدره الله تعالى في الأزل وده ما بيتغيرش، هذا لا يتغير أبدا، وقضاء معلق. والقضاء المعلق ده هو اللي في الصحف اللي في إيد الملائكة. مثلا يقال اكتبوا عمر فلان، بيتقال للملائكة اكتبوا عمر فلان كذا إن لم يتصدق فهو كذا، اكتبوا عمر فلان إن لم يتصدق فهو كذا، وإن تصدق فهو كذا. يبقى ده اللي موجود في صحف الملائكة بيسمى القضاء المعلق. وفي علم الله وقدره وعلم الله الأزلي أنه فلان ده سيتصدق أو لا يتصدق، يعني ده معلوم أزلا عند الله إيه التصرف اللي هيكون من فلان ده، هيبقى كثير الصدقة ولا قليل الصدقة، مكتوب
أزلا في علم الله الأزلي فلان ده هيكون الفعل منه إيه، لكن اللي موجود عند الملائكة مكتوب مثلا لو فلان ده تصدق يبقى عمره كده، فلان ده ما تصدقش يبقى عمره كده، لكنه في علم الله القديم معلوم هو هيتصدق ولا لا، لكن ده المعلق اللي هو موجود في الصحف في يد الملائكة. هذا النوع من القدر بينفع فيه الدعاء والصدق لأنه معلق عليهما، عشان نشوف خطورة الدعاء والصدق. وحتى بناء على كده نقدر نفسر الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. معنى ينسأ يعني يزاد له، يعني يتمدله في الأجل بتاعه، فيكون مثلا اللي هيكون في ايد الملائكه في صحف في ايدي الملائكه من الصحف انه هيبقى لفلان ده اجلان، لكن في علم الله سبحانه وتعالى ان فلان ده سيصل رحمه، فاذا وصل رحمه يزاد له في اجل، فهيبقى مثبت في علم الله وفي قدر الله ان فلان ده هيكون من اهل وصل صلاة الارحام، فهيكون عمره طويل ويزاد له في أجل. وهذا يعني القضاء المعلق بنقدر نفهمه برضو من المراد في قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وبيفهم يعني ويفهم منه معنى الحديث الوارد في السنن: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء اللي هو القضاء الإيه المعلق، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، عمل الخير. اللي بيرد القضاء المعلق ده الدعاء، واللي يزود عمر الإنسان ويبارك فيه عمل الخير. وأعظم ألوان عمل الخير ومن أعظم ألوانها صلة الأرحام ونفع الناس وعليه. فالزواج بيكون في قضاء مبرم وقضاء معلق زي أي قضاء، وكذا اسم الزوج وكل ما يتصل به. فإذا كان في الصحف التي في أيدي الملائكة إن فلان هيتجوز من فلانة، فإن ذلك قد يكون موافقا لما قدره الله في أزله وعليه فلن يتغير أبدا، وقد لا يكون موافقا لما قدره الله في أزله في علم الأزلي، وفي تلك الحالة فإنه سيتغير لا محالة حتى يوافق ما هو مقدر في الأزل. فلانة دي تقدم لها واحد، وفلانة دي استخارت وسألت وعملت، لو هي عملت ودعت وسألت الله هيبقى فلان ده من نصيبها، لو هي لم تسأل الله وكذا هيبقى فلان التاني ده مش من نصيبه، هيكون فلان الآخر ده من نصيبه. لذلك الإنسان لازم يجتهد في الدعاء، الدعاء لا يتغير به القضاء المبرم اللي هو علم الله الأزلي، وربنا عارف كل واحد مننا هيروح فين ويختار فين وميوله ايه، لكن احنا بنتكلم قضاء المعلق اللي هو مكتوب في صحف الملائكة، انما بيتغير بالدعاء القضاء المعلق. وبما ان العبد ما يعرفش ما قدر له فعليه ان يدعو بكل خير، فلعل الله يستجيب له دعاءه. وإحنا كده مأمورين باتخاذ الأسباب. من جملة هذه الأسباب إيه؟ جالي واحد مش بقى سرقاني سكينة المشاعر والحب أوافق عليه عمياني من غير ما نستخير ولا نستشير. الاستخارة دعاء استعانة، أنا بسأل ربنا سبحانه وتعالى يعني على حسن الاختيار، وفي نفس الوقت نستشير أهلنا والناس أصحاب الحكمة، وبستنفذ كل الوسائل اللي بين إيديا، بجتهد قدر الطاقة، وعلى قدر هذا الاجتهاد بيوفق العبد من الله سبحانه وتعالى لما فيه الخير. فبيكون نجمع الإنسان بين الاستخارة والاستشارة والتوكل على الله واتخاذ القرار، مش مجرد ان انا فلان عجبني من غير ما اسعى واخد الاسباب، لا، ده انا اسعى واجتهد وادعو 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 الله بكل خير، وانا متوكلة على الله واتخذ القرار، وبعد وقوع الامر
على وفق ما في علم الله تعالى في الأزل، علينا الرضا والتسليم ثقة في حكمة الحكيم جل وعلا سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال اللي معانا الثالث، هل يجوز أن نرسم صورة للرسول صلى الله عليه وسلم من أوصافه، يعني من خلال الأوصاف اللي ذكرت يعني في كتب السير كما يفعل رجال التحقيق؟ يعني هو من المعلوم ومن المقرر شرعا، وهو أيضا ما عليه الفتوى والمتفق عليه في جميع المذاهب المتبوعة وجميع المجامع الفقهية المعتبرة، إن رسم الرسول الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وتصويره وتمثيل شخصيته أمر حرام قطعا، وحرم ده محل إجماع عند علماء الإسلام اليوم، وصدرت يعني أو صدر في هذا الأمر مجموعة من الفتاوى، في فتاوى طالعة من الأزهر في هذه المسألة في عام 1968، وفي فتوى مجمع البحوث الإسلامية اللي صدر عام 1972، وفتوى دار الإفتاء المصرية اللي صدر عام 1980، وبنوا فتواهم تلك على أمور. أول حاجة، إن الرسم اللي عايز يرسم أو التصوير أو التمثيل مش ممكن هيكون مطابق تماما المطابقة للأصل، وهو شكل النبي العدنان الكريم صلى الله عليه وسلم من نحو الأوصاف الصحيحة الواردة في كتب السير، أو من نحو مثلا الرؤى المنامية التي يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء برؤية الحضرة الشريفة صلى الله عليه وسلم. ده لن يكون بحال من الأحوال يعني موافق طبق الأصل، وبالتالي هيبقى فيها نوع من إبداع الفنان، يعني مش 100% طبق الأصل صورة هذه الرسمة دي من خلال الأوصاف إنها هتبقى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هيبقى فيها شق في من إبداع الفنان عشان يوصل الخطوط ويرسم بشكل معين، فيها جزء ذاتي منه. طيب، يبقى ده مش 100% صورته، يبقى ده كذب بالفعل والقول، والكذب على الرسول محال بالنص الشريف الصحيح، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بالإضافة إلى ما قد يترتب على عدم الدقة في رسم حضرته صلى الله عليه وسلم والتمثيل، هيترتب على ده نوع من الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وإيذاؤه حرام بالإجماع زي ما قلت، لأنه في جزء من إبداع الفنان هيدخل. يبقى كل واحد بقى ياخد الصفات ويبتدي يرسم، هنجد ليه كذا صورة، ده ما ينفعش، فهيبقى فيها إيذاء، وقلنا الإيذاء حرام لحضرته بالإجماع. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فبالتالي هنفتح باب مش محمود. كمان من النقاط المهمة اللي هي قامت عليها هذه الفتاوى اللي ذكرنا بيها، وهي الأهم الحقيقة، إن النبي عليه الصلاة والسلام له قداسة خاصة، والرسم والتصوير يؤديان إلى زعزعة هذه القداسة والتلاعب بها فيما بعد، وبالتالي نزع هذه القداسة، وده مخالف لعقيدة المسلمين، وده باب واجب غلقه ومنعه. كمان من النقاط المهمة إنه هو أمر روحي، يعني هو إن المسلم متعلق بالجناب الأعظم صلى الله عليه وسلم، تعلق له تجلياته، وهذه التجليات متنوعة، فلا ينبغي حصر هذه التجليات اللي ربنا يفتح ان فلان يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، او هذا يراه وذاك يراه، كل واحد يراه بما يؤذن له بقدر من التجليات. فانا لما احط صورة انا كده بحجر، يعني لا ينبغي الحجر على ذلك برسم صورة موحدة لشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، اللي احنا اتفقنا انها مش هتكون طبق الاصل لصورته صلى الله عليه وسلم، وهيبقى فيها جزء من ابداع الفنان، وبالتالي هينطبع في ذهن الناس وخاصة الصغار إن هذه الصورة أو هذا العمل الفني هي صورة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم أكبر في المقام والمهابة والمكانة من إنه تحيط به صورة، الصورة دي فيها قدر كبير من إبداع الفنان،
ولن تتفق طبق الأصل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. هنسيب حضراتكم مع هذا الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا بحضراتكم من جديد. من ضمن الأسئلة اللي جت على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة، كان سؤال من فاضل بيقول: ابني مقدم على شراء شقة بتسهيلات تمنحها الدولة، حيث تقوم بدفع مقدم والباقي بفايدة تناقصية تقسيط على 20 سنة، هل هذا حلال أم أنه يدخل في نطاق الربا؟ من المعلوم شرعا في هذه الصورة والمقرر كذلك وما شابهها من عملية البيع والشراء بالتقسيط، وبرضه هو ده ما عليه الفتوى، إنه ما دام أنا عندي سلعة، إن في سلعة هنا وهي الشقة، هي متوسطة في المعاملة فإنها جائزة شرعا. يعني هو مش هيديله، ما هوش مال مقابل مال، ده هو هيشتري شقة، فالشقة هنا بين بائع ومشتري، ففي هنا ده توسط السلعة، وبالتالي إذا توسطت السلعة فلا ربا. يعني القاعدة المقررة أنه متى توسطت السلعة فلا ربا. وزيادة الثمن في بيع التقسيط هو في مقابل زي ما قلنا لحضراتكم الزيادة في الأجل. يعني إيه؟ أنا النهاردة هشتري الشقة دي كاش حال، بلغتنا إنه كاش هتدفعها كاملة، أو اللي هي بلغة الفقه حالة، يعني حالا هتدفعها كاملة، هتاخد هقول مثلا 100، نضرب مثلا لو كاش، لو انت هتقسطها هتبقى 150، فده معنى الزيادة من أجل القسط. يبقى انت بتزود مش عشان مال قصاد مال، مش بسلفك مال وهترجع لي المال بزيادة، لا، ده انت بتشتري حاجة وده بيع مرابح، أنا هزيد في تمن، أنا اشتريتها بكذا وحبيعها بكذا. ودليل جواز البيع بالتقسيط ما ورد، وقلناها تقريبا لحضراتكم قبل كده، ما ورد في الصحيحين من حديث أم المؤمنين ستين عائشة رضي الله عنها، بتحكي عن أنه جاءتها بريرة فقالت: كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية. يعني المراد بعقد المكاتبة يعني إيه؟ أنه هي كانت أمة، فهي بتقول إنها المكاتبة دي إنها رايحة إنها يتعاقد العبد مع سيده على قدر من المال عشان يفك أسره، يعني بيتعاقد معه على قدر من المال، إذا دفعه وأداه أصبح حر. فهي بريرة دي راحت تعمل كده، اتفقت معهم إنها تدفع المبلغ ده على مدة كذا، كل عام هتدفع قدر كذا.
والنبي، ويبدو ان هي الثمن كان اقل او انها تعتق نفسها ده كان اقل من كده، ولكن هي لما عملتهم على هذه الفترة الطويلة كان في زيادة في هذا الثمن او في انها في عقد المكاتبة، واقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، يعني اقر ذلك صلى الله عليه وسلم هنا ولم ينكر. ولم يرد ان النبي عليه الصلاة والسلام منع من الزيادة على ثمن البيع الحال لأجل التقسيط، يعني ما لم يمنع الزيادة على البيع الحال لأجل التقسيط، اللي هو لو أنا هي تمنها 100 وأنا هتاخدها مقسطة حدلك ب 150، لم يمنع، يعني ما منعش النبي عليه الصلاة والسلام. فلما هو ما منعش ليه بقى؟ عشان هنقول عشان يجي حد تاني إنه يتمسك فيمنع هذا الأمر ويتمسك بأنه لا يجوز ممن ذهب إلى عدم جواز زيادة سعر البيع بالتقسيط على ثمن البيع الحال. النبي لم ينكر ذلك ولم ينكر هذا الفعل، فمن أين تتمسكون بأنه البيع بالتقسيط لا يجوز؟ يعني إيه الدليل في هذا الأمر؟ وبالتالي أختي الفاضلة بناء أو أخي الفاضل اللي حضرتك سألت هذا السؤال، لا شيء فإنه يشتري الشقة بالتقسيط على الصفة اللي حضرتك ذكرتها، وربنا يبارك إن شاء الله. وحنسيب حضراتكم مع كتابنا، كتاب قلوب عامرة، ونرجع إن شاء الله نكمل الرد على الأسئلة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين، اللهم آمين. مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام، وأهلا بكم حبيبي. هنبدأ في سورة جديدة، نبدأ في قراءة سورة الغاشية. يلا مستعدين؟ يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية. الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. عاملة تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. إلا من ضريع. إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع. يلا يا سارة. سارة بسم الله
الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى تصلى. لا، ومش عشان انا هقول التاء كده فاتحه بقي فيها اقوم اضيع الصاد اللي هي من حروف التفخيم. تص، عينك عندي يا سارة. تص تص. لا، سيب المصحف بصيلي مع بعض. تا 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 صا 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 صا. تص لا تص لا، مش تص لا. تا 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 صا 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 صا. تص 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 تص. هنقول المقطع ده بس. تص 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 لا تص لا. تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. أحسنتي. لا يسمن ولا يغني من جوع. من جوع. من جوع. النون عندي ساكنة وجاي وراها حرف من حروف الإخفاء، ففي عندي غنة الإخفاء. من جوع. من جوع. جميل. يلا يا أنوس، عامل ايه؟ الحمد لله. كويس؟ الحمد لله. مستعد للقراءة النهاردة؟ مستعد. طب يلا بينا وريني. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. لا، في إظهار التنوين اللي تحت الذال، في عندكم إيه؟ كسرتين. كسرتين، كسرة وتحتها واحدة تانية، ده التنوين، تنوين مكسور. فده من ضمن أحكامه هو والنون الساكنة ورايا حرف من حروف الإظهار، يبقى التنوين حيبان عشان وراه حرف من حروف الإظهار، يبقى مش هعمل هنا غنة. يبقى يوم إذن خاشعة، مش إذن، مفيش عندي هنا غن. يوم إذن خاشعة عامل. وخاشعة. خاشعة عاملة ناصبة، تصلى. لا، نفس الخطأ بتاع سارة. ناصبة. ما تجيش منك دي يا أنس، يعني تاء هنا إيه؟ تاء هفتح بقي إيه؟ تصلى. تاء تاء. لا، وريني التاء بس. تاء تا. تا. بتقول طا، بتقول طا كده، قلب الطاء، لكن دي تاء تاء. شوف حتى هي بسيطة ورقيقة في مخرجها وطريقة تا 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 تا. أفتح بقي تا. أحسن. تا تا. قول بقى كده تص تصلى. أيوة، أنا عايزاك تقولها كده. تصلى نارا حامية، تصلى من عين آنية. يلا يا شروق. ليس لهم. أحسنت. ليس يعني. له ليس لهم طعام إلا من ضريع. اشبعي غنة الإخفاء. من ضريع. من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. جميل. يلا يا حنين، هل أتاك؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة. فين الغنة؟ أنا عندي هنا تنوين مضموم على التاء المربوطة ورايا نون، والتنوين ده نون بنطقها هي نون زائدة بتتنطق باللفظ، مش مكتوبة نون، لكن التنوين عادة تن تن تن، احنا بننطق ايه؟ نون. فأنا دلوقتي ورايا نون، هنضغم الاتنين في بعض وهيبقى صوت الغنة واضح عشان يبين ان هنا فيه إضغام. فهنقول عاملة ناصبة.
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أحسنتي. تسقى من عين آنية. يلا يا آدم. تسقى ليس لها. تسقى. تسقى من عين آنية ليس لها ليس لهم طعام إلا من ضريع. لازم غنة الإخفاء بتاعة النون، النون هنا وراها الضاد، هيبقى في عندي إخفاء. من ضريع. ولازم النون دي شكل بقي هياخد شكل الضاد، والضاد حرف فخم، يبقى شكل غنة الإخفاء هتتشكل بالضاد. أنت سرحان النهاردة يا آدم، خليك معايا ما تسرحش. فانا عندي النون الساكنه هنا، النون اللي قدامك دي هتاخد شكل الايه؟ الضاد. يعني لو كان جاي ورا النون الساكنه دي حرف من الحروف الرقيقه هيبقى المخرج بتاعها الصوت بتاعها خفيف، غير لما يكون وراها حرف من الحروف الفخمه. يبقى مش هقول مي ضريع، لا، مي ضريع. مي ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. جميل. يلا يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. لازم أبين الهمس، أنت هتقف على التاء المربوطة هاء، فهتبقى الهمس عندي هنا لازم يبقى واضح، فهقول مش خاشع كده، ما بنتش. واحنا قلنا ان حروف الهمس دي حروف بطبيعتها يعني ضعيفه، مش قويه قوي، ما بقدرش اعتمد على بس المخرج بتاع الحرف، لا لازم كمان يجري النفس وانا بنطقها عشان تظهر وتبان. لو انا ما جريتش النفس معاها مش هتظهر. فلو قلت خاشع مش ايه الحرف الاخير، فلازم تبان، يبان معايا الهمس. زي انت نهايات الايات الاولى كلها بالتاء المربوطه هنقف عليها هاء، هتبقى الغاشيه خاشعه. شايف الهواء لو حطيت ايدك امام الفم اثناء قراءتها هتجد في هواء، المفروض الهواء ناصبه، في هواء خارج معايا. حاميه آنية غاشية، مش غاشية، واقطع كأن أبين إنه في حرف تاني مش هو حرف الهاء. فبين الهمس، وإحنا قلنا حروف الهمس مجموعة في كلمة فحثه شخص سكت. تمام. يلا يا عبدالله. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يلا يا سادن. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا.
أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. معنا سؤال لأخ فاضل بيقول: هل هناك حديث صحيح يقول رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4 ركعات؟ وله أيضا تساؤلات أخرى هنقولها تباعا. بالنسبة لحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، الحديث ده رواه أبو داود في سننه والترمذي في سننه وحسنه كذلك، وكذلك الإمام أحمد في مسنده. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد قال إنه اختلف في هذا الحديث، يعني صححه مثلا ابن حبان وعلله غيره، علله يعني ضعفه، يعني في جزء من محققين في علم الحديث يعني حسنوه وهناك من ضعفه، وقام بعض المعاصرين بتصحيحه وبعضهم بتحسين الحديث، يعني البعض قال إنه صحيح والبعض قال إنه حسن. على القول بصحة الحديث أو أنه حتى حديث حسن، فيستحب للإنسان إنه صلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر، ولكنها يبقى فاهم كده إنها مش من السنن الراتبة المؤكدة، يعني اللي بيتأكد المحافظة عليها دايما، لكنها من جملة السنن المستحبة المرغب في فعلها كما وارد هو الأمر في هذا الحديث، فلا بأس إن احنا يعني الإنسان يعمل به في مثل هذا الباب. في سؤال تاني معانا هو برضو أضافه، وهو السؤال الخاص: هل صلاة 6 ركعات بعد المغرب بتعادل عبادة 12 سنة؟ هو المقصود بالتطوع بعد فريضة المغرب. ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة. أخرج الحديث ده الترمذي في سننه، وابن ماجه في السنن، وابن خزيمة في صحيحه، والطبراني في المعجم الأوسط، وغيرها من كتب الحديث. طيب، أهل الحديث حكموا على الحديث ده بإيه؟ حكم أهل الحديث على هذا الحديث بشدة الضعف، ومنهم الإمام الترمذي والإمام النووي والإمام النووي والحافظ العراقي. لكن لازم ننبه على شيء، إنه مع ضعف هذا الحديث الشديد إلا أننا يعني لا يمنعنا ذلك من التطوع بالصلاة بين المغرب والعشاء. متن هذا الحديث السلسلة بتاعته اتحكم عليها بالضعف الشديد، لكن المعنى اللي فيها مقبول، ما فيش مانع، إن ده من باب فضائل الأعمال. بل نقدر نقول إن الصحيح هو استحباب التنفل، يعني التطوع المطلق بين المغرب والعشاء. يعني إيه المطلق؟ يعني مش متأيدة بعدد ركعات، أصلي ما أشاء ما بين فرضي المغرب والعشاء، 2، 4، 6، 8، 10، اللي أنا عايزاه. ده الصحيح، التطوع المطلق اللي مش متحدد بعدد. وإيه الدليل؟ ما أخرجه الترمذي والإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمن، وإحنا برضو قلناه قبل كده ونتذكره سويا. سيدنا حذيفة بن اليمن، سيدنا حذيفة بيقول إنه رضي الله عنه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب. بعد ما صلوا المغرب فبقول أتيت النبي وصليت معه المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء. قصده يقول إنه النبي صلى نفلا مطلقا بين الفريضتين المغرب والعشاء، مطلق يعني مش محدد بعدد ركعات معينة، يعني تطوع النبي بعدد من الركعات. ولذا فقد اتفقت مذاهب الفقهاء المعتمدة على استحباب الصلاة في الوقت ده، وإنه الوقت ده اللي هو ما بين المغرب والعشاء من أوقات التنفل المعهودة لدى الصالحين. وورد برضو في بعض كتب السادة الحنفية التصريح بندب 6 ركعات بعد المغرب. يعني إيه؟ يعني من المستحب إنك تصلي 6 ركعات بعد المغرب عندهم.
في كتب بعض السادة الحنفية. وعند السادة المالكية إن التنفل يعني التطوع بالصلاة بين المغرب والعشاء أمر مرغب فيه وحض عليه الشرع الشريف، لما قيل من أنها صلاة الأوابين أو صلاة الغفلة أو وقت الغفلة بيغفل عنه كثير من الناس إنه يحييه بالعباد. ونحو هذا أيضا في كتب السادة الشافعية والحنابلة. بالنسبة بقى لسؤالك الثالث، وهو مطلق صلاة ركعتين قبل صلاة كل فريضة، يعني هل ده مشروع ولا لا؟ ده مشروع في الجملة أخي الفاضل، وبيتأكد قبل صلاتي الفجر والظهر. مشروع في الجملة ويتأكد قبل صلاتي الفجر والظهر، وربنا يزدنا وإياكم حرصا على طاعته والعمل بما يحب ويرضى. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم.